امسك. الحمد لله على السلامة ستهان. الله يسلمك. انت عارفة ان البيت كان مظلم وانت مش موجودة؟ ايه الكلام القديم ده؟ طب لو قلت لك ان قلبي اللي كان مظلم؟ وحشتني يا خالد. طيب على كده بقى، يعني لو طلبت منك ان احنا نتجوز الاسبوع الجاي مش تقولي لا؟ وتقول لا ليه؟ لو تحبوا كمان احجز لكم شهر العسل في اي مكان، انا تحت امرك، ما انا حي الله مراتك. بس تصدق انك معذور؟ قليل الحيله، لازم تتجوز واحده بعيالها طالما انت مش عارف تجيب عيال. حرام، انت بقيتي مسكينه. مسكينه؟ عايز تتجوز عليا يا خالد واقفشك مع عشيقتك وبقى انا اللي مسكينه؟ طب يا حبيبي انا بنصحك بقى انك تروح تتعالج، يمكن ربنا يشفيك وتخلف وتجيب عيالك. هاوية، انت من كتر الحقد اللي جواكي وكرهك للناس ما بقاش في حد طايقك. هو ده اللي انت فالح فيه، كلامه بس. لكن حقك حق ابوك الشركه اللي بتضيع الفلوس اللي بتطير. لا فالح بس ترمرم. انت طول ما الفلوس هي همك عمرك ما توصلي لحاجه. طول ما انت كده عمر ما في حد هيبصلك. بداهية لا تكون فاكر ان المسهوكه ام الشعور الصفرة بتحبك ولا جايه لك مخصوص. لا يا حبيبي، دي جايه عشان فلوسها ورثها وورث ولادها. على فكره ده حقيقي، انا فعلا جيت علشان عارفه ان ولادي ليهم حق في شركه ابوهم اللي باسمه، وعشان ولادي لازم يعيشوا مع جدهم. اقول لك على حاجه احلى، انا ما بسيبش حق مهما كان. عايز تعرفي اكتر؟ انا اللي بيقرب من حق ولادي باكله بسناني. بس ده ما يمنعش ان انا حبيت خالد. وطيبه مش قله حيله يا راويه، واحترام الناس مش ضعف. وعايزه اقول لك ان انت هتندمي ندم عمرك على اللي انت بتعمليه ده. انت مش مقدره قيمه الراجل ده. ده الشخص الوحيد اللي كان ممكن تعيشي معاه قصة الحب اللي طول عمرك بتتمنيها، واللي عمرك ما عشتيها قبل كده وعمرك ما هتعيشيها بالمناسبة، لأنك مهما تقابلي مش هتلاقي راجل زي الراجل اللي واقف قدامك ده. كلي يا حبيبتي، اشبعي بيه، واللي خدته القرعة تاخديها انتي. ايه الطريقة دي يا راوية؟ الطريقة دي اللي أنا اتعلمتها في البيت ده، واللي انتي ما تعرفيش عنه أي حاجة، واللي بكرة تضربي نفسك 100 جزمة إن انتي لسه قاعدة فيه. ما تزعلش منها يا خالد، هي غصب عنها. بالعكس انا مش زعلان منها، صعبان عليا. المهم سيبك، انا عازمك النهارده على العشاء واوعي تقولي لا. مش هقول لا يا خالد، انا اصلا جاي من لندن لهنا عشان اسمع كلامك بس. كلمي مين تحكي له همك يا راوية؟ مين يسمعك؟ مين يحس بيكي؟ انتي مالكيش حد. ماما، ماما مش فاضية، متجوزة وعايشة حياتها، لا عمرها سألت عليكي ولا نزلت مصر عشان تطمن ولا تقول أخبارك إيه. أنا تعبانة أوي أوي.
فين؟ قولي انت رايح فين؟ قولي. اوعي. بص يا استاذ كمان، انا مش عايزه حاجه، انا عايزه حقي وبس. بص يا استاذه ليلى، طالما المعداوي بيه قال مالكيش حق يبقى مالكيش حق. بص انت بقى يا استاذ كمال، انت والاستاذ سالم، انتوا طبعا كنتوا ماسكين الشغل الخاص بالمشروع اللي يوسف الله يرحمه كان عامله، مظبوط؟ انا بقى سمحت لنفسي بعد اذنكم يعني ان انا ادور وراكم كده، فاكتشفت ان ارصدتكم في البنوك زادت جدا الفتره دي. بص يا حبيبي، انا ما بتهددش، انا بسمح لنفسي دايما ان انا اطلع عموله من اي صفقه انا بعملها، سواء من شركه يوسف الله يرحمه او من شركه المعداوي، والمعداوي بيه عنده خلفيه بالمعلومات دي. يعني انت عمرك ما عملت اي حاجه من ورا المعداوي؟ لا، الشركه اللي انت فاتحها انت وسالم ايه؟ مش عيب برضو تفتح شركه من الباطن وتشارك فيها واحد بيشتغل في نفس المهنه؟ يعني انت تشتغل في شركه مقاولات كبيره وتشارك البيه هو بيشتغل في شركه تانية، وبعدين تفتحوا شركه تسرق شغل الشركتين اعتمادا بقى على المعلومات اللي بين ايديكم، مظبوط؟ عليا الطلاق بالتلاته، ما قلت له حاجه. انت غبي، انت اتجننت ولا يا كمال؟ الله يا جماعه، عيب. قالوا لنا زمان ايه؟ ما شافوهمش وما بيسرقوا، شافوهم وما بيتخانقوا، جرايه رجاله، عيب. يعني المفروض ان انت يعني عايزاني اخون المعداوي؟ انا عايز المنصوري الاول. المنصوري هو السبب في كل اللي حصل لي انا وليلى. انا عايز اقفل المكتب بتاعه. يعني شوف يا استاذ كمال، انت فعلا بني ادم جميل جدا، بدليل ان انت مش عايز تخون المعداوي، لكن المنصوري دي علاقتك بيه، ايه مصلحتك معاه؟ يا لول، ايه يا حبيبتي؟ انت ما قلتليش ليه يعني على موضوع الشركه ده؟ لا، خلي الموضوع ده نتكلم فيه بعدين انا وانت على رواقه. شركه ايه؟ شركتي انا وسالم ما حدش له دخل بيها خالص. بالراحه بالراحه، احنا في مكان عام. بقول لك ايه يا كمال؟ هو انت ما تعرفش المعداوي هيعمل فيك ايه؟ لو عارف ان انت عامل شركه من وراه؟ خصوصا بقى لو فلوس الشركه دي بتاعت ابنه الله يرحمه. ولا انت مش عارف ان راس مال الشركه دي من فلوس يوسف؟ لا يا قلبي، لا لا يا روحي، لا لولا. انت بتلعبي بنار انت مش قدها. ليه يا حبيبي؟ اخسر ايه؟ هدخل السجن؟ ما انا كده كده داخلاه. اقول لك على حاجه، انا عندي استعداد اقتل تاني، هاخد اعدام، ما المعداوي هيجيب لي اعدام برضه. بقول لك ايه يا كمال، من بكره كل المعلومات اللي انا عايزاها من شركه المعداوي تكون عندي. والمنصوري على فكره، شغلك معانا هيبسطك قوي، اللي انت عملته في سنين مع المعداوي هتعمله معايا في سنه واحده بس.